الو، صباح الخير يا شوقي. بجد دي هتبقى حلقه حلوه قوي. طب اسمع، هكمل فطار بس واجهز واجيلكوا. سلام. كرم، ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مساء الخير يا مدام، سوري يعني على لخبطه الديكور. كرم، بعد اذنك عايزك شويه. من عينيا الجوز ومناخير اللوز. ثانيه، تعالي لي انت اسهل. انت شايفه الدنيا زحمه قدام ازاي؟ لو سمحت لم القرف ده وخد اصحابك وتفضل اطلع بره. يا بيرو، الكلام ده ازاي تقولي كده؟ وبعدين انت ايه المشكله؟ فين يعني المشكله؟ ان انا بشرب ولا المشكله انك دخلت عليا فجاه لقيتيني بشرب؟ ولا المشكله ان انا في بيتك وبشرب؟ ولا المشكله في الجيران اللي عارفين ان انا جوز الاعلاميه المشهوره قوي بيشرب؟ وطي صوتك خالص. وطي صوتك خالص. كلام فيا يا بيرو؟ ايوه، انت بقيت المشكله. ماشي يا بيرو، انا هسيب لك البيت كله واروح اعشق في اي حته ما فيهاش فيها جيران. قلت لك وطي صوتك. مالك حبيبي؟ اهدى بس يا بابا. اوعى كده. اوعى كده بس يا بيرو. كده بس، حرام عليك يا بيرو. حرام عليك انت يا اخي بقى. كفايه بقى. حرام عليك بقى. اروح اعشق في اي حته. واخدتي الفستان اللي اتفقنا عليه؟ اه يا مدام. تمام. والاكسسوار كله حلو؟ كله تمام. الو. ايوه انا مع المدام اهو. جايين الكوافير والمكياج جاهزين؟ طيب تمام. سلام. عبير فهمي، دي دمها يلطش، ما تنفعش طبعا للبرنامج ده. بالعكس بقى، ودلوقتي تشوفي بنفسك. اشمعنى عبير؟ اشمعنى دي بالذات؟ عشان هي عبير فهمي. ايه، ما تعرفيش حاجة عن تاريخ عبير فهمي؟ لا طبعا اعرف تاريخ عبير فهمي. كانت متجوزة رجل اعمال فلس، كان شمام باين؟ شيماء، انا ما اسمح لكيش تكلمي عن اي زميلة بالاسلوب ده. يا فندم انا ما اقصدش، بس حضرتك متحمس لها زيادة عن اللزوم. ما اعرفش على ايه كل ده. لو هي بتعرف تعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها، انا ممكن اتعلم. ده تلميح، وتلميح رخيص، وانا ما اسمحش بيه. أنا مش قصدي يا فندم، أنا قصدي يعني عن طريقتها في تقديم البرامج. عشان عندها حضور، كاريزما،
الناس بتحبها، ودي حاجة من عند ربنا، حاجة ما حدش يقدر يتعلمها ولا يقلدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا فندم، أنا هستأذن أنا بقى عشان أروح أقدم برنامج الطبخ بتاعي. عن إذنك يا فندم. برنامج الطبخ بتاعي؟ ما طول عمر أمهاتنا بيطبخوا من غير برامج. وحشتيني. سمعت انك عامله برنامج جديد. اه ميرسي يا شيماء، عقبالك يا روحي. تسلمي لي، ربنا يخليك يا حياتي. ميرسي. ماشي يا روحي. باي. صباح الخير يا معتز. صباح الخير يا استاذه. ها ايه الاخبار؟ جاهزين ومستنيين حضرتك. طب انا حجز واجي لكم على طول. سعيد جه كان هنا دلوقتي، هشوف حضرتك حالا. طيب هاجي لكم، يا ريت تشوفه بسرعه عشان مدام عايزاه ضروري. من عينيا حاضر. الو، ايوه استاذ، استاذ عبير وصل وبتسال عليك. ايوه يا كرم، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك تاني. ما انت ما بتكلمنيش الا لا في مصيبه لا عايز فلوس. نعم. لا 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 لا، المره دي مش هساعدك، اعلى ما فخلك اركبه. مش عايزه اسمع صوتك قلت لك. ويلا سلام عشان عندي شغل. ماشي. مساء الخير يا استاذه. اهلا استاذ سعيد، سالت على حضرتك. ربنا يخليك. يا احنا جاهزين كده. ياسر جه؟ هو والله انا لسه مكلمه حالا، هو على وصول. طيب طيب، انا جاهزه بس شويه كده وهحصل. يلا بينا، دقايق ان شاء الله نبتدي. اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا. مساء عالم الرياضه. عالم الرياضه كله جديد، كله مفاجآت، كل يوم معانا نجم هنتكلم وهنحكي وهنقول اسرار وحكايات. معايا النهارده كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن حازم امام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فؤاد. طبعا انا متشكر على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها لي. لا دي اقل حاجه. ربنا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن حازم، النهارده عايزين نتكلم شويه مع بعض وندردش، والناس عايزه تعرف حاجات كتير. نبدا النهارده نتكلم في اول كلامنا عن بداياتك خالص في نادي الزمالك. هل انت من ناشئين نادي الزمالك ولا كنت في نادي تاني وجيت على نادي الزمالك، ولا الحكايه؟ عايزين نعرف الحكايه كلها. لا طبعا انا بادئ في من ناشئين نادي الزمالك. قعدت خط الاختبارات من وانا عندي 6 سنين. بدات اتدرج في مراحل الناشئين لغايه لما تدرجت ووصلت للفرقه الاساسيه، لان كنت انا بلعب في مدرسه الكوره من وانا عندي 6 سنين. فبدات العب في الفرقه الاساسيه من وانا عندي 8 سنين. يعني بدات امشي بصوره، الحمد لله بدات امشي بصوره كويسه لغايه لما طلعت الحمد لله للدرجه الاولى يعني. ودخلنا في تحت 14 اكيد طبعا يعني. كانت فترات طبعا كانت فترات كويسه جدا. كنا بنلعب فرق قويه طبعا، ودوريات كانت بتبقى قويه جدا، وكان على طول ماتشاتنا الماتشات بتاعتنا بيننا وبين النادي الاهلي كان بتبقى قويه جدا في السن ده عموما يعني. يا نعيم افرد وشك يا نعيم، انا مش جايبك تخوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ياسر، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا معتز المساعد استاذ سعيد مخرج البرنامج. اهلا، ازيك يا معتز، اخبارك ايه؟ الحمد لله استاذ. امال الاستاذ عبير فين؟ ده انا بحبها قوي. هي حضرتك هتلاقيها هنا في الاوضه هنا بتجهز. طيب امال انا اوضتي فين يا ابني؟ اول اوضه لمين؟ تمام. طيب ماشي، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. استاذ ياسر. ايوه فندم. ممكن طلب؟ لا ايه، فلوس؟ ما حلتناش حاجه، انا سالف منه قبل ما اجي. لا انا كنت عايز اتصور مع حضرتك واحد سيلفي. بس كده من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا استاذ. والله معاك موبايل؟ معايا موبايل. الله، حلو ده. اتفضل بقى حضرتك صورني. يلا يا سيدي. يلا يلا. اهلا.
في ايه يا معتز؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ لا لا الصورة بس. هنا. هنا؟ يلا يلا. جوزك كله طلع في الصورة زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ، متشكر والله. عن اذنك يا معتز. اتفضل استاذ. ايوه فندم. الموبايل بتاعي. ده مؤاخذة. ماشي. اتفضل. نورنا والله يا استاذ. الله يخليك. انا فرحان شفتك والله. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا يا رب وما نتحرم منك ابدا. كلهم لك. ربنا يخليك. قمر يا مدام. قمر يا بيبي. ميرسي. انت خارج ولا ايه؟ يا روحي اجيب لك حاجه من تحت. حاجه من تحت؟ انت نسيت ان احنا معزومين ولا ايه؟ كرم انت فيك ايه؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ والله ما رجعت، والله ما رجعت. ليه حرام عليك؟ ده انت اتعالجت وخفيت وبقيت زي الفل، ليه ترجع تاني؟ انت ايه؟ انت ما بتتعبش؟ ما بتزهقش؟ مش عرفان من نفسك؟ قلت لك مفيش حاجة، مفيش حاجة، خلاص بقى خلاص بقى. طب بما انه خلاص بقى، هات الفلوس، هات الفلوس. هات الفلوس، هات الفلوس تاني. مفيش فلوس تاني، مفيش فلوس. حرام عليك، ما انا قلت لك يا اخي مش كل واحد خسر شركته وفلس يعمل كده، حرام عليك. قلت لك هقف كام مره هساعدك وهتبقى احسن من الاول، انت مفيش فايده فيك خالص. ولعلمك مفيش فلوس تاني، هاخد فلوسي كلها ومش هسيبها في البيت، ولا مجوهراتي اللي سرقتها من سنه، فاكر ولا نسيت؟ ما لحقتش تنسى طبعا. كرم طلقني يا كرم، طلقني. انت الفلوس يا شيخة روحي. طلقني 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 طلقني. نتكلم بقى عن منتخب مصر. نفسنا نوصل لكاس العالم. انا شخصيا ما شفتش كاس عالم من سنه 90 وعايزين نجيب جون تاني، يعني مش كل هنقعد نجيب جون واحد طول حياتنا. انت شايف ايه بالتوليفه اللي موجوده انتوا كشباب دلوقتي موجودين والمدرب الحالي لمنتخب مصر، شايف في امل ان احنا نوصل لكاس العالم فعلا؟ انا شايف ان في امل الفتره دي اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله دلوقتي لعيبه محترفين مؤثرين جدا، محمد صلاح والنني وكوكا طبعا لعيب مؤثرين جدا. هتشوف جوه مصر برضو حتى اللعيبه الصغيرين، تلاقي لعيب زي حجازي راجع من فيورنتينا برضو لعيب كويس. عندنا كابتن حسام غالي طبعا خبره في نص الملعب. هتلاقي عندنا عبد الشافي، ما عندناش لعيبه صغيره يعني اتقال عليها ما عندهاش خبره. طيب حازم امام، هبعد بيك شويه وهقول لو انت وصلت لمرحله انك اعتزلت الكوره هتعمل ايه؟ افضل في مجال الكوره برضه يعني تدريب وكوره، مش عايز مثلا تخش في اعلام تنافسنا حاجات كده؟ مش لا عايز. لا ما ادرس نفسك طبعا يا كابتن. لا انت في حته، انا في حته. وتنور. لا كابتن، لكن انت شايف نفسك في الكوره يعني التدريب؟ بحب، انا بحب يعني ما اشوفش نفسي بعيد عن الكوره، يعني لازم افضل موجود في المجال ده. لو سمحت اعمل لي واحد شاي انما سكر سعيد. مدام عبير جهزت؟ مدام عبير جهزت واستاذ ياسر وصل وبيجهز. حازم احنا دلوقتي الدوري طبعا بدون جمهور، نلعب من غير جمهور. لو رجعنا من كام سنه ورا كانت الملاعب الماتشات كلها كان الجمهور طبعا بيملى الملعب وكان الموضوع مختلف خالص. انت كلاعب كوره فرق معاك الموضوع؟ اكيد يعني طبعا. حاسس بفرق؟ طبعا ماتشات ملهاش طعم من غير جمهور. كان الفترات اللي احنا اتحطينا فيها تحت ضغط السنه دي بجمهور
نادي الزمالك احنا خسرنا نتيجه كبيره في تونس بسبب ان احنا بقالنا فتره كبيره مش حاسين بالجمهور طبعا، والنادي الاهلي نفس الحكايه خرج من بطوله افريقيا بسبب الضغط الجماهيري، فدي اثرت طبعا على لعيبه مصر كلها. احيانا الفريق بيبقى متاخر بهدف او هدفين او محتاج يجيب هدف، والحماس الجماهيري ده بيخلي اللعيبه تاكل النجيل زي ما بيقولوا. اكيد اللعيب رقم واحد الجمهور اللعيب رقم واحد يعني بيطلع الطاقه اللي جوه اللعيب اللي هو مش قادر يطلعها. ربنا يوفقك كابتن حازم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر، وان شاء الله توصلوا لكل الاحلام اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله. كابتن وميرسي لوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا مشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من عالم الرياضه. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد مع عالم الرياضه ونجم جديد وكابتن فؤاد. تصبحوا على خير. متشكرين يا كابتن. توفيق ان شاء الله. متشكرين يا كابتن، ربنا يخليك كابتن. احسنت يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. موافق ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شكرا. موافق يا كابتن. نسبه المشاهده بتزيد كل اسبوع عن اللي قبله. الاعلانات كويسه. تمام التمام، برافو عليك. بقول لك انا سمعت ان عبير فهمي بتعمل برنامج هنا جديد، مش كده؟ في الاستوديو اللي جنبينا ده. المفروض ان اول حلقه النهارده، واعتقد ان هم هيبداوا التصوير كمان شويه يعني. طب كويس، عشان اروح ابارك لها احسن، دي عشره من زمان. كلك ذوق يا كابتن، طول عمرك صاحب واجب. تعيش يا سعد. اتفضل اتفضل يا كابتن. وليد بعد اذنك مش عايزه يبان. اوكي حاضر يا استاذ. استاذه هنبدا بالانترو وبعدين هنخش في الحلقه على طول. حاضر تمام. يلا يا جماعه احنا جاهزين. مش عايز السلك يبان. شكرا يا عم باك، ربنا يخليك. خلاص هو حلو تمام. ميرسي يا وفيق، ربنا يخليك. اهلا اهلا فنانة. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. والله والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. احنا اللي مبسوطين جدا ان انت معانا. ربنا يحفظك. اول حلقه ويا رب خير لينا ان شاء الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه ده كابتن فؤاد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ ياسر اهلا يا كابتن. اهلا. والله بحبك جدا وبتابع كل برامجك انت والاستاذه. والله ربنا يكرمك. اتفضلي. ايه ده ورد كمان ليا؟ متشكره خالص. اقل حاجه. لا متشكره خالص. ما شاء الله الديكور هايل. جميل الحقيقه. والبرنامج اول حلقه احنا قلقانين شويه، بس يا رب خير ان شاء الله. لا خليه على الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. جمدي قلبك. الله يخليك. ميرسي. تسمحوا لي اخد صوره معاكم بالمناسبه دي بقى ان هي اول حلقه. اوكي يا معتز. اتفضل. ايوه استاذ. فاكر لما صورتك بره؟ حصل يا استاذ. ممكن تصورني مع الاساتذه؟ اكيد طبعا. اكيد. اتفضل اتفضل يا فندم. ممكن موبايلك؟ يا معتز صورنا انا يا معتز. صورنا صورنا. حاضر. اوكي اتفضل يا استاذ. ميرسي. يلا شدوا حيلكم يا جماعه. ميرسي يا فندم. يلا يا جماعه جاهزين. ميرسي يا كابتن. ميرسي يا كابتن. متشكرين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لكل الملاعب يا رب. ميرسي يا عم بكر، حطها لنا في الاوضه. الله يخليك. ميرسي لحضرتك. فرج. نعم يا عسليه. ما تنساش الكابتشينو بتاع المدام تدخله لها اوضتها عشان هو اللي بيعدل لها دماغها. حاضر من عينيا. حاضر. ما تنساش من غير سكر. حاضر يا سكر زياده يا موز انت يا عسل. يا دمك يا اخي. بقول لك يا بت، ما تسيبك من الشغلانه دي وتعالى ستتك على حق ربنا. كان غيرك اشطر. يلا اتكل على الله شوف شغلك. وين اللي في بالي يا رب. ده ايه اللي جايبه هنا ده؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج أنت مين؟ واسمحوا لنا إن احنا نتعرف على فقرات البرنامج، بس قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج، معانا النهارده الفنان المحبوب ياسر الطبجي. الفنان ياسر الطبجي، أهلا بيك. أستاذ ياسر. طب مؤاخذه، انا بتاع الدلق مني على المكتب، فانا ما رضيتش ابوظ الدنيا اول حلقه بقى. ولا يهمك، اهلا بيك ومنورنا في البرنامج بتاعنا. خليك كده نوري.
والبرنامج زي ما انت عارف اسمه انت مين، وهنحاول نتعرف على الجوانب الفنيه والانسانيه على قد ما نقدر. فاسمح لي ان انا اسالك في اول سؤال كده، يعني انا مش هسال السؤال التقليدي اللي الناس بتساله. هقول لك انت عملت اعمال كتيره. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. ايه اقرب عمل لشخصيتك الحقيقيه؟ قريبه من الشخصيه؟ لا، من الشخصيه الحقيقيه. من الشخصيه الحقيقيه؟ لا، هو معظمهم ما كانوش قريبين من الشخصيه الحقيقيه، بس لازم يبقى فيهم حاجه من عند ياسر. اكيد. زي ايه؟ كلهم لازم يبقى فيهم جزء منك، يعني لازم تحطي زي تاتش كده من ياسر، يعني من الروح بتاعته، من حاجه بتاع كده، بحيث ان انت وانت بتعملي الشخصيه لازم تبقى قريبه منك. طب بس تعالى نتعرف على الاعمال. من اول ما يعني من اول اهل كايرو لحد ذهاب وعوده السنه اللي فاتت، يعني مرورا بقى بالهروب والسبع وصايا وصديق العمر والزوجه الرابعه. طب تعالى اخطفك بقى واقول لك بتحضر ايه دلوقتي عشان يبقى سبق للبرنامج بتاعنا انت مين. انا بحضر دلوقتي حاجه مع منتج صديق ليا، هنعمل مسلسل على اجزاء. هو اسمه كده؟ لا مش اسمه، هو مسلسل اجزاء. هو اجزاء. هو اجزاء. الجزء 700 حلقه. 700 ده بجد ولا ده الجزء الاول؟ لا انت بتهزر. لا لا بجد ده بجد. 700 حلقه. انتوا غلبتوا بقى الاتراك. ما احنا داخلين بقى ننافس الاتراك والهندي والايراني والباكستاني والكوري وكله يعني. وفريندز بقى كله كله كله. يعني مسلسل بيتكلم احداثه جديده كمان، يعني إيه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان الاحداث كلها بتدور في الفضاء الخارجي. يعني ده بجد؟ يعني كلنا بيعينوا دلوقتي فوق في الفضاء. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. ده فضاء خارجي؟ يعني رواد فضاء؟ احنا نفسنا فاضيين فقلنا ايه نعمل حاجه عن الفضاء. طيب احنا ممكن نقعد كتير مع حضرتك. يا ريت. انت قعدتك عسل وانا مبسوط ان انا معاكي والله في البرنامج بتاعنا. جمهورنا اكيد والمشاهدين مبسوطين، لكن احنا عايزين نتعرف بقى على فقرات البرنامج بتاعنا. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الصناديق دي بالوان مختلفه، ابيض اخضر اسود. جواها حاجه ممكن تكون بتستعملها او ما بتستعملهاش، ممكن تكون لازماك او مش لازماك، ده اللي هنتعرف عليه من كل صندوق. اوكي. يعني الصناديق فيها حاجات يعني. طيب. وحاجات احنا بنستعملها يا بنستعملها يا بنستعملهاش. تمام. هنشوف بقى. يعني هنفتح مثلا اول صندوق الابيض. اتفضل حضرتك. الصندوق الابيض. ايوه الصندوق الابيض. ايه ده؟ ايه رايك؟ مايك. ها بتستعمله ولا بتستعملوش؟ لا استخدمه. المايك استخدمه في ايه؟ انت عشان حضرتك بتمثل. ده لحضرتك المايك ده. لا انا ما بعرفش اغني. ممكن اغني فيه مش كده؟ برافو عليك. ايه رايك؟ اصل انا محتاج اللي يوجهني جدا. تحب تغني لمين؟ اغني لفوزي. يا سلام. لحليم. حليم. فريد الاطرش. الله الله. عبد الوهاب مع حفظ الالقاب. طبعا العظيمه. طبعا اساتذه. بص انا ما بنقول الاغاني كده اكيد طبعا ذهنك بيبقى حاضر لحاجات كتيره. أي. تحب تغني لمين؟ انا هغني الورده. انت فكرتيني. عظيمه. يا ريت. هتغني ايه الفنان؟ ايه؟ هتغني ايه؟ هغني مالي. اتفضل. فنانة جميلة. عشان اتفضل. مالي وانا مالي. بعد اذنك ونرجعه مكانه. ميرسي خالص. وهندخل على الصندوق. حلوه اللعبه دي. عجبتك؟ عجبتك؟ ايه رايك؟ الصندوق الاخضر. ايه ده؟ الله. وري جمهورنا كده. تفاحه. بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش؟ بتحب التفاح؟ طبعا تستخدم طبعا اهو. لازم نستخدمها كلنا نستخدمها. طب تمام. حضرتك كنت جعان ولا ايه؟ انت عارفه انت لو حطيتي سندوتش وكوبايه شاي في الصندوق ده في اللعبه دي ناس كتير هتجيبك. طب تمام حاضر. دي تبقى وجبه حضرتك. نفتح الصندوق الثالث والاخير. الصندوق الاسود. الاسود بالظبط. ده غير بتاع الطيار. ده غير بتاع اي حاجه. الصندوق الاسود. بسم الله.
يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ وري جمهورنا كده الصندوق فيه ايه. ايه ده؟ ده حقيقي؟ بتستخدم حقيقي. بتستخدم المسدس ولا لا؟ يعني استخدمه في ايه بس؟ ممكن يعني ده بيبقى في الشغل مثلا في اكسسوار يعني، بس بيبقى فيك، ما بيبقاش يعني ما بتستخدموش. لا والعياذ بالله، ربنا يكفينا شره. طب ربنا يخليك ما تستخدموش ابدا. خلاص دلوقتي احنا خلصنا الفقرات بتاعتنا، الفقره الاولى خلصناها، عندنا الفقره الثانيه بقى. الفقره الثانيه الحاج خليل فاز بعمره ما شاء الله. ويا ريت حضرتك اللي خلص التفاح. لا لا تمام. يا ريت حضرتك تقدمها لي. والله ده يزيدنا شرف، نقدمها له طبعا. حاج خليل اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. مبروك يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا 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 وسهلا. خليل بيبخ. مبروك يا حاج. لا ولا يهمك حاج، استغفر الله. دي رحله عمره، ربنا يجعلها مقبوله كده باذن الله. بس انا ليا طلب عندكم، ممكن تلبوه لي؟ اتفضل يا حاج. انا ابني متخرج من الجامعه لي 10 سنين ومش لاقي شغل، حاولنا نشغله ما عرفناش نشغله، فممكن انتوا تشغلوه؟ هو خريج جامعه تجاره بدرجه جيد، يبقى لكم الشكر. لو بيبخ زيك كده محدش هيشغله يا عم خليل. لا هو مش بيبخ ولا حاجه. في حاجه بتحك في بق عم خليل؟ يا حاج سيب عنوانه بره، واحنا ممكن لو في ايدينا حاجه نعملها له هنعملها. حتى ما هو معايا هنا يا محمد اهو ابني اهو. ده محمد. ده اهلا يا محمد. اهلا. التجاره الصايع اللي ملوش شغلانه ولا مشغله ولا حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت جاي تشحت عليا؟ انت عايز تفضح قصاد الناس دي كلها؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ انا جاي معاك هنا عشان الجايزه وبس. انت خليكي في حالك، انت مفيش كلام معايا. قلة الادب. ولا انت كمان اتكلم بلياقه. انت مالكيش دعوه. ايه ده؟ انت قليل ادب. انت عبد الحق يا ابني. ايه ده؟ انا هخلص منك. ايه اللي بيحصل ده؟ استنى يا فؤاد اما تشوف ايه اللي هيحصل. استنى ايه؟ ممكن حد يتاذي كده؟ ممكن يعملوا مصيبه عندك في القناه هنا. اقول لك الكلام ده؟ هو ايه اللي يتاذي؟ فؤاد بلاش شاور. فؤاد انا لا اله الا الله. الحقونا يا اخوانا الحقونا. شوفوا الواد ابنه ده فين وهاتوه. جري كده. دي طالعه بجد دي ولا ايه؟ امال ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ياسر هو اللي عمل. ياسر مين يا استاذه؟ انت اللي ضربه بالنار دلوقتي قدام الناس كلها، وبعدين ازاي زفت مسدس زي ده ما يتامنش عليه؟ يعني ايه مسدس ويخش طالب جد؟ قول لها يا استاذ ياسر. معلش يا ياسر، احنا كنا عاملين فيك لعبه. مقلب؟ يعني دي كانت لعبه؟ متاسفه يا كابتن فؤاد، انت ما كنتش محسوب في اللعبه دي خالص. انا كل خوفي على رحله العمره بتاعتك. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه الحلقه الاولى من برنامجكم اللعبه. نشوفكم في لعبه جديده مع نجم جديد، وكل سنه طيبين. معلش يا ياسر احنا اسفين، ما كانش قصدنا. اللي جاي هتبقى احلى. جهز لي الحاجات دي. احسنت يا استاذه، حلقه هايله. ثانيه واحده يا فندم. متشكره يا استاذ سعيد، الله يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي. احسنت يا ست الكل. الله يخليك. لا هيبقى في تنوع مع كل ضيف طبعا. ايوه طبعا. فاهمه قصدي حضرتك، ولو اني يعني مش مقتنعه خالص بموضوع المقالب ده بجد، بس بدل حضرتك بتقول كده خلاص الف مبروك علينا. ميرسي يا فندم. ميرسي، الف مبروك. الله يخليك. لا طبعا، بس بجد الواد اللي اسمه محمد وابوه ده تمثيلهم هايل. هو ابنه بجد؟ ده انا صدقت فعلا انهم اب وابنه. ده حتى الكابتن فؤاد شربها. وانا سبته اتعامل، ما رضيتش احرق لكم اللعبه. بكل اسف. لا فعلا هو صعب عليا اكتر على فكره، اكتر من ياسر نفسه. ما حرام الحاجات دي، بس يلا بقى هنعمل ايه بدل هي فكره البرنامج.
متشكره قوي. باي باي. لا هعدي على حياتك طبعا قبل ما امشي طبعا. ميرسي متشكره. استاذ عبير حضرتك نسيت الورد. اه ميرسي. العفو استاذ. فين الفستان؟ فين الفستان؟ حالا يا مدام حالا. حاضر. هاي يا بنتي ايه الاخبار؟ انا رايحه اهو بس وانا اكون مخلصه اهو. بس هو ايه اللي بهدله كده؟ الزفت فرج بتاع البوفيه قلت له يحط لها الكابتشينو في اوضتها راح دلقه على الفستان. المشكله بقى ان هي عايزه الفستان ده النهارده عشان هتحضر بيه فرح واحده صاحبتها. دي لو عرفت ان الفستان ده بالذات جرى له حاجه هتطين عيشتي النهارده. تعالي انا جاي معاكي خلينا نخلص. ادخل. ايه ده يا ريس؟ ايه الجو ده؟ مش قلت لك ما تروحش؟ ايه رايك يا فؤاد؟ عجبك؟ مش مساله عجبني، بس انا اصلي مش واخد على عبير انها تعمل الحكايه دي. مش اسلوبها ولا طريقه تفكيرها. اهي فاجاه الكل. ايه رايك بقى؟ بصراحه رايي انها ما تنفعش في البرامج دي، مش جوها. عبير طول عمرها بتعمل برامج محترمه، تخدم الناس، تخدم المجتمع، برامج مفيده. يا فؤاد الدنيا بتتغير واحنا لازم نسير الجو. وبعدين بنت شاطره وذكيه. طب ما في ناس كتير قوي شطار واذكيه، اشمعنى عبير بالذات يعني؟ عشان استفيد من نجاحها. ايوه في ناس برضو كتير قوي ناجحه، ليه عبير يعني؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم. انتوا ليه قلبين على عبير؟ مش قلبين ولا حاجه يا ريس، انا شخصيا غيران على نجاحاتها القديمه. لا ما تقلقش انت بقى على نجاحاتها القديمه، خلينا في نجاحاتها الجديده اللي هتحصل ان شاء الله. البرنامج الجديد هينجح ويكسر الدنيا. انت شايف كده؟ عبير انت ايه اللي دخلك هنا؟ فين السكيورتي؟ سكيورتي؟ سكيورتي ليه انا يا عبير؟ ده انا بحبك عبير. انا اتغيرت، بقى الكرم اللي انت عايزاه. قومت نفسي من اول وجديد وكلمت رجال اعمال والشركه بقت تمام. انا بقيت تمام يا عبير. ارجوك ارجوك نرجع لبعض، انا محتاج لك. بقيت تمام لنفسك وكفايه بقى فضايح حرام عليك. عبير ارجوك انا بحبك، صدقيني انا لسه بحبك. اطلع بره، مش عايزه شوشره هنا كمان في القناه. اللهم طولك يا روح. عبير عشان خاطري انا ماليش غيرك، انا محتاج لك والله محتاج لك. احنا مش اتطلقنا وانا بريتك، عايز مني ايه تاني؟ بس ارجوك 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 نرجع لبعض. كرم عايز ايه؟ ممكن 1000 جنيه سلف؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ مش جديد عليك، مفيش فلوس. طب 500 جنيه. اتفضل اطلع بره. طب اي حاجه، انا ما معيش فلوس اروح. ان شاء الله ما روحت، انا مالي. اطلع بره، اهرب بره. كده؟ اه كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ اللهم طولك يا روح. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. انا هوريكي. مش جديده عليك قله الادب، اطلع بره. هفضل كده لحد امتى؟ خير يا مدام؟ هو خير ايه؟ انت كنت فين اصلا؟ انا كنت بنضف لحضرتك الفستان، اصل الواد فرج بتاع البوفيه وقع عليه الكابتشينو يعني. من وقع الكابتشينو على الفستان اللي هروح بيه الفرح؟ ما انا هقول لحضرتك، اصل هو يعني وقعه غصب عنه وانا رحت نضفته. انت مخك ما بقاش في الشغل خالص، وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. انت مش مراعيه اكل عيشك. فين البروش؟ ضاع بقى، اتسرق، اهمال. دوري عليه. لا دوري عليه. موجود والله. اتفضلي دوري عليه. مش هتلاقيه يا مدام. موجود. سيبي اللي انت عماله تكركبيه ده، والفستان اللي اتبهدل اللي هروح بيه الفرح اللي في ايدك ده. البروش هنا والفستان. سيبي، انا دورت، هو مش هنا يا مدام. انا حطاه ازاي؟ مش موجود. اتفضلي اطلعي بره. ليه يا
مدام بس اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني دي اخر مره قلتيها كتير قوي وسامحتك كتير قوي اتفضلي اطلعي بره انا اللي فيا مكفيني النهارده كفايه عليا كده اتفضلي اطلعي بره وسيبي الفستان اللي اتبهدل في ايدك ده يا مدام الله يخليكي دي اخر مره والنبي الحبه بقى الحبه اتفضلي اطلعي بره طب انا هدور على البروش دلوقتي حالا والنبي هطلعه دلوقتي شلتك اطلعي بره ازعق اكتر من كده اتفضلي لو سمحت اطلعي بره سامحيني يا مدام والنبي اخر مره الله يخليك انا قلت اللي عندي اتفضلي اطلعي بره 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 بقى يا مدام الارزاق بيد الله شوحي شوحي ما ده العاده بتاعتك وارمي الفستان قوي مساء الخير ممكن ادخل يا فندم طبعا طبعا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتفضلي نورت المكتب الله يخليك واي وقت بعد كده تحبي تقابليني فيه ادخلي بدون استئذان ما هو ما كانش ينفع ان انا اخلص الحلقه وامشي من غير ما اسلم على حضرتك بس الحلقه كانت رائعه برافو عليك يا نجمه يا نجمه نجوم الاعلام المصري متشكره ده كله بتشجيع حضرتك لا ابدا ده بمجهودك انتي انت عارفة انا ما بحبش المجاملة خصوصا في الشغل اه طبعا ولو اني يعني مش دي نوعية البرامج اللي انا متعودة اقدمها حضرتك عارف ان انا من يوم ما جيت القناة هنا وانا بحب اقدم البرامج اللي بتساعد الناس وتفيدهم بس هنعمل ايه بقى دي اتجاهات كل القنوات بحجة ان الجمهور عاوز كده ما هو انت عارفة بقى ان احنا لازم نسير الموجة والمنافسة بين القنوات بقت نار والإعلانات هي دلوقتي اللي بتتحكم في المنافسة بكل أسف بس سيبك انتي الحلقة هتاكل مع الناس برافو عليكي ده كلام برضو اتقال في التليفون يا ريس اهلا يا كابتن ايه اللي انا سمعته ده سمعت يا فقش البرنامج بتاعي هيتلغي اخ يا كويس انك فكرتني انا والله كنت ناوي اكلمك واقول لك بس انت عارف مشاغلي بقى فؤاد انت عارف انا بحبك ومعجب بيك قد ايه بس ده مش معناه اننا نستغنى عنك وعن خدماتك لا صحيح انت العقد بتاعك قرب ينتهي بس احنا ممكن نشوف لك حاجه جديده ونجدده لك حاجه تانية زي ايه يعني برنامج طبخ مثلا طبخ ايه انت بتتري على كلامي ولا ايه يا فؤاد شوف لك فكره برنامج رياضي جديد حاجه كده تكون اوبن اير شويه موزز حلوه لقاء مع فنانات موزز ايه واوبن اير ايه انا راجل بقدم برنامج رياضي محترم قبل ما اجي هنا كنت ناجح وجيت هنا فضلت ناجح وحفضل ناجح لا الكلام ده ما عادش بقى الناس عاوزة الستايل الجديد عاوزة تغيير تصدق الواحد ما كانش واخد باله انه بقى موضة قديمة قوي كده بس انا متشكر قوي متشكر على النصيحة الغالية دي اوعدك اني هنفذها اوعدك أنا عجبتني الحلقة قوي علشان كده اتفقت مع الشركة المنتجة إنها تعمل لنا سيزون جديد ياه معقولة بالسرعة دي؟ طب كنا استنينا كام حلقة كمان أصل بصراحة مش هكذب على حضرتك التجربة دي جديدة وغريبة عليا ما هو الجواب بيبان من عنوانه يا نجمة الإعلام المصري الله يخليك متشكرة قوي بصراحة على ثقتك فيا دي ايش في العصير؟ مرسي ما انت عارفة بقى ان انا عامل دايت عموما اما تخلصي ال30 حلقة اللي معاكي وجهزي ب30 حلقة جداد
تلات ايه ده؟ واحنا كده هنعرض على مدار السنة كلها بقى ولا ايه؟ لا انت هتعرضي حلقتين في الاسبوع. حلقتين ازاي؟ ما هو الكابتن فؤاد هنلغي البرنامج بتاعه لانه مش محقق نسبة مشاهدة وانت هتاخدي المساحة بتاعته. ايوه يا فندم، بس حضرتك كده هتحطني بقى في موقف محرج جدا مع كابتن فؤاد. لا انسى الموضوع ده خالص، انا كنت عايز اعمل الحكاية دي من زمان، وبعدين مش ذنبك انك اعلامية شاطرة. الله يخليك، اللي تشوفه. ومكملين فقراتنا، ودلوقتي هنبدأ أول فقرة. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف كده، فنان الجميل حسام فارس. الصندوق الأول والثاني والثالث أبيض أخضر أسود. تمام، هنفتح الصناديق ونشوف الحاجات اللي جواها حضرتك بتستعملها ولا لأ. ويطلع مقلب بقى ونلاقي تعابين وعقارب والجودة، صح؟ والله ما نعرفش هيطلع فيها ايه، ده بخت بقى، ربنا يستر. احنا هنشوف هيحصل فيها. هنفتح أول صندوق، الصندوق الأبيض، ونشوف اللي جواه حضرتك بتستخدمه ولا لا. ما تخافش، ما تخافش، افتح مايكروفون. ها، بتستخدم المايكروفون ولا لا؟ والله انا اتعامل معاه لقاءات، لكن انا عمري ما غنيت ولا بقيت مذيع عشان استخدمه. ما استخدمتوش يعني. انت ما مسكتش المايكروفون قبل كده؟ لا عمري. طب لو استخدمت المايك وحبيت تغني مثلا، تغني لمين؟ هو انا عمري ما غنيت، انا صوتي وحش جدا. ولا في الحياه كده، في الصالون، في المطبخ وانت بتعمل حاجه؟ صدقيني مش في مصلحتك ولا مصلحه الناس خالص. لا، الناس بتحبك والناس هتحب كل حاجه هتقدمها لها. انطلق. طب اتفضل يا فندم. والنهارده معانا المذيعه المشهوره عبير، وضيفتنا النهارده فهنسالها انت مين؟ برنامج انت مين؟ قولي لي انت مين؟ طيب انا مذيعه وبعمل تاني حلقه من برنامج اسمه انت مين؟ مش انا. وان شاء الله يا رب يعجب الجمهور. ندخل على ايه؟ الصندوق الاخضر ولا الاسود؟ على الصندوق الاخضر. الاخضر. تمام، اتفضل. انت ليه خايف كده؟ والله قلقان، اصل الدنيا طيب؟ ما بقاش فيها امان خالص. عبير ليك حق والله. يلا ده بسكوت. تستخدم البسكوت ولا لا؟ والله انا عامل دايت، بس يعني احيانا لما ببقى رايح الجيم ومش واكل لازم اخد اي كربوهيدرات سكريات، علشان الواحد بيحرق كتير في الجيم. طب عايز تاكل بسكوت دلوقتي ولا لا؟ ممكن. ليه لا؟ يلا انا والشفا. ما هو لازم كل صندوق نستخدم اللي فيه او ما نستخدمش اللي فيه. ماشي، اوكي. الهنا والشفا. تمام، طبيعي جدا. شفت مفيش تعابين ولا اي حاجه، حضرتك خايف كده على الفاضي. انا جدا. طيب. لا لا لا، اهدى كده بس. هنرجع الصندوق الاخضر ونفتح الصندوق الاسود. ده انا قلقان منه بجد. انت قلقان من اول الصندوق الابيض يا عم. في كمين يعني، فده يطلع فيه كمين في الاخر، صح؟ تفتكر هيطلع فيه ايه؟ استنى، ما تفتحوش. تفتكر يعني ممكن يطلع فيه ايه كمين؟ حاجه تقيله، ما اعرفش. لا يعني يطلع فيه ايه كمين؟ ما انا ما اعرفش والله. بين البرامج اليومين دول بقت صعبه قوي، تلاقي فيه مش عارف يطلع تعابين وايد واحد تحتينا كده، ربنا يستر. طب يلا تعالى نجرب نفتح الصندوق. بسم الله. في ايه الصندوق؟ ايه ده بقى ده؟ ليه كده؟ ليه كده ايه؟ ده مسدس. انت بتستخدمه ولا لا؟ انا عندي مسدس مرخصه، بس ما بمشيش بيه كتير دلوقتي يعني. تمام. طب استخدمته مثلا في الحياه ولا في التمثيل؟ لا، بيبقى معايا المسدس بتاعي يعني. كنت بمشي بيه بالعربيه لو انا عندي تصوير في اماكن مقطوعه، لو انا مسافر بالليل في طرق صحراويه. بيبقى معايا، لان احنا زي ما انت عارفه ان احنا ممكن نبقى بنصور في مكان جبل طبعا، وخارجين واحنا مش عارفين الدنيا عامله ازاي. فكنت بستخدمه من فتره، بس دلوقتي موجود في البيت. تمام، يبقى احنا كده الثلاث صناديق طلعت حضرتك بتستخدمه. تمام. احنا كده خلصنا من الفقره الاولى، هندخل على الفقره الثانيه. والفقره الثانيه المفروض ان احنا في فايز معانا بعمره، هو الحاج خليل، ويا ريت ان حضرتك اللي تقدم له الجائزه بتاعته. ما شاء الله، طبعا ده شيء يشرفني طبعا.
معانا الحاج خليل. اتفضل يا حاج. ألف مبروك يا عم خليل. الله يبارك فيك. متشكرين متشكرين قوي. ألف مبروك وربنا يتقبل إن شاء الله. ربنا يخليك. متشكرين قوي. مبروك يا حاج. مبروك مبروك يا حاج. بس أنا ليا طلب صغير ممكن. عينينا. اتفضل يا حاج. ربنا يخليك. أنا عندي ابني ابني خريج جامعة لي 10 سنين دلوقتي ولحد دلوقتي ما اشتغلش ومش عارفين نشغله، فعايزين نشوف له شغلانه كده. هو خريج تجاره بتقدير جيد. وماله يا حاج؟ سيب العنوان واحنا هنشوف ايه اللي نقدر نعمله ونعمله له. لا عنوان ايه؟ انا ما جايبه معايا اهو يا محمد. محمد اهو اهو ابني اهو ما شاء الله عليه اهو محمد اهو. اللي هو محمد مش لاقي شغل. ازيك يا محمد؟ نور الدنيا يا حبيبي. اهلا بيك. مش لاقي شغل وعايزين ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حاج. عليك ارحمني بقى. لا ان شاء الله. انت من الناس يا ابني بقى. عشان مش عايز يا بابا بقى. انت جيتش هتعالج. معلش يا محمد ما ينفعش تمسك بابا حبيبي. ارحمني بقى. اهدى يا محمد. هيشوفولك شغل. انت حالك انت بس. خليك ايه ده ايه ده؟ انت بتتكلم ازاي كده؟ خليك حالك شويه. بتتكلم بادب. بتتكلم ماشي. خليكي في حالك. ماليش دعوه. انت مش تخلي عندك لياقه. انت تصرف كل المشاكل دي. عاجبك كده؟ ايه ده ايه ده؟ ولا ولا انا هقتلك. ولا انت مسؤول ولا انت مجنون ولا ضابط جلع جلع ضابط جلع ولا مجنون ده ولا ايه يا عم؟ ولا ايه ده؟ ايه ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ مجنون ولا ايه ده؟ انا هقتلك والله هقتلك. هقتلك. حد اتصل بالاسعاف. هو ايه ده؟ حد يطلب اسعاف يا اخوانا. نهار ابيض يا نهار ابيض. انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ يا اخوانا طب حد ينده اسعاف يا جماعه. يا عبير انتوا بتهزروا. هزار دمه تقيل قوي بجد. يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي عملت كل حاجه. انا عملت ايه؟ انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت. انا ما عملتش حاجه. ايه الهزار ده يا جماعه؟ لا اله الا الله. بتهزري؟ صراحة احنا بنهزر. هزار دمه تقيل قوي بصراحة. يا جماعة يعني هزار دمه تقيل قوي. والله يا عم هزار دمه تقيل قوي. نشفته دمي بصراحة. هي اللعبة كده. حرام عليكم والله. كان لازم نعمل كده. قوم يا عم خليل سلم على حسام. عم خليل. سقفة لعم خليل. مية مية. عايش الدور تمام صح. اه يلا يا عم خليل. يلا يا عم خليل. نام نام. عم خليل مصدق. ايوه يلا يا عم خليل. مقلب خليل. يلا قوم يا عم خليل. عم خليل تسقيفك كمان يا عم. العم خليل. استنوا استنوا. الراجل قطع النفس يا راجل. يعني ايه ده؟ في رصاصه بجد دخلت في صدره. رصاصه ايه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ مش ده المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت؟ لا مش ده المسدس اللي انا جايبه. يعني ايه؟ مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق. يعني ايه؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. انتوا بتهزروا صح؟ بتلعبوا؟ بتلعبوا بتلعبوا معانا؟ بتلعبوا معايا؟ يعني ايه؟ يعني عم عم خليل مات بجد؟ يعني انا قتلته؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. انتوا عملتوا فيا ده المقلب ولا بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا يا جماعه مش معقول. يا عم خليل قوم. انت بتهزر معايا يا عم خليل. يا عم خليل قوم. يا عم خليل يا عم خليل. لا 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 انتوا بتهزروا. انتوا بتهزروا معايا. عم خليل عم خليل عم خليل. Thank you.
أنا مش فاهم إزاي قدر يدخل سلاح حقيقي جوه الاستوديو. ده ممنوع في المدينة أساساً. المدام عملت نفس المقلب اللي عملته الحلقة اللي فاتت. معرفش بقى إشمعنى المرة دي يعني اللي حصل كده. وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام بس؟ اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني دي اخر مره. قلتيها كتير دي اخر مره والحبه بقى الحبه. اتفضلي اطلعي بره يا مدام والنبي اخر مره. الله يخليكي انا قلت اللي عندي. اتفضلي اطلعي بره. بره بقى يا مدام الارزاق بيد الله. شوحي شوحي ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. انا ما اعرفش اي حاجه يا فندم. الموضوع ده كله مسؤوليه عامل الاكسسوار. والله العظيم يا باشا هو نفس المسدس اللي بستعمله كل مره. يا فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله. انا بنفذ اللي هم بيقولوه. وبعدين اتفاجئت ان المسدس حقيقي. وبعدين لا مؤاخذه لو شفت حد بيبدله كنت هقول لك على طول يا باشا. بعدين يعني انا لو كنت عارف ما كنت هقول. اصلي يعني هي المواضيع كلها واضحه. نعم خليل ده راجل طيب ومحترم ملوش اعداء علشان حد يقتله. يا فندم انا ما عنديش حاجه اقولها. كل اللي اعرفه ان المسدس ده اتبدل ازاي انا ما اعرفش. وبعدين هبدله ليه؟ ايه مصلحتي؟ ده في الاخر برنامج. انا ما بشكش في حد. انا ما بشكش في حد خالص. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك. انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه صوت. اما وريتك يا حبيبي كده ليه؟ هقتل كده قدام الناس قدام الكاميرات كلها ازاي يا فندم؟ طب يعني طب ما هو بالعقل الحكايه كلها بالعقل. يعني لازم برضو البني ادم يفكر شويه. يعني انا من برنامج فيه هزار اعمل فيه كده ليه؟ ازاي يا فندم ازاي يعني ازاي؟ كله بالعقل. الحقيقه انا مش عارف حضرتك طالبني ايه. انا ما كنتش موجود اصلا يوم الجريمه. انا بخلص البرنامج بتاعي قبل البرنامج بتاعها بساعتين. بخلص وبمشي. انا كنت موجود اول يوم تصوير ليها بس عشان ابارك لها مش اكتر. لكن يوم الجريمه انا ما كنتش موجود. بس تحليل المعمل الجنائي اثبت وجود بصمات ليك على المسدس يا كابتن. بصمات ازاي يعني؟ واكيد غلطانين. هو المعمل الجنائي في بينه وبينك مشاكل شخصيه مثلا؟ يعني ايه حضرتك مش فاهم؟ ولا برنامجها عالي قوي واخد وقت اكبر ومساحه زياده او يكون لها استحسان عند مدير القناه زياده شويه؟ عبير مش اشطر ولا احسن مني. الحكايه كلها انها اكلت عقل رئيس القناه. شويه دلع على شويه مياصه يعني. ده مش معناه ان انا ابدل مسدسات يا باشا. بس بعد تفريغ شرايط المراقبه اللي في القناه
اتأكدني ان انت اللي بدلت المسدسات. انا اللي بدلت المسدسات عشان مش هسمح لها تدمر حياتي مرتين. انا حبيتها زمان وسابتني ورحت اتجوزت واحد تاني عشان اغنى مني، سابتني عشان الفلوس، عشان انسانه انانيه دخلتني المصحه. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني، هقتلها وهقتل رئيس القناه كمان. استاذ عبير سعيد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سعيد. الناس كلها في المحطة كانت بتدعي لي، وكنا متأكدين إن ربنا هينصرك ويظهر الحق. شكرا قوي، نورت بيتي. الحمد لله على السلامة يا أستاذة، ازيك؟ نورتينا. الله يخليك. ميرسي يا حبيبي. سعيد، الحمد لله على السلامة. أهلا، ازيك؟ متشكرة قوي، متشكرة جدا. نورت الدنيا يا أستاذة. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، وحشتوني كلكم والله. الحمد لله على السلامة. مارك متشكرة ليك، الله يسلمك. توني متشكرة جدا، الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي، متشكرة ليك، متشكرة قوي. معتز نورتينا يا ست الكل، الله يخليك، متشكرة، متشكرة ليك قوي، متشكرة قوي، الله يسلمك، الله يسلمك. نورتي، كنت وحشني جدا، كنت وحشني جدا. عايزة احكي لك، عايزة احكي لك على اللي حصل. لا بصي يا معتز، مش كل مرة هنعمل نفس اللي. اتفضلي يا عبير، اتفضلي. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. بتهيألي التجربة السخيفة اللي أنت مريتي بيها قوتك زيادة وحمستك أكتر للشغل، مش كده ولا إيه؟ أكيد طبعًا. طيب، أقدر أقول بقى هتكوني مستعدة إمتى ترجعي برنامجك تاني؟ اسمح لي يا فندم، أنا مش هعمل برامج مقالب تاني أبدًا. ليه؟ دي الفكرة كانت ظريفة وكسرت الدنيا. أنا عارفة طبعاً يا فندم، بس بعد تجربتي الأخيرة الحياة أكدت لي نظريتي في الحياة. كفاية بقى نضيع وقت الناس في كلام فاضي. هيستفيدوا إيه يعني لما يشوفوا فنان خايف ولا فنانة مرعوبة؟ إحنا كده بنضحك على آلام الناس وبنقتل جواهم وجوانا إحساس الرحمة. عندك حق. امبارح لقيت ابني متصور سيلفي مع عربية عاملة حادثة. بيني وبينك خفت عليه، حسيت ان في حاجة مش طبيعية بتحصل جواه. مش جواه بس يا فندم، ده جوانا كلنا. عشان كده عايزين نرجع نشجع الناس ان هي تعمل برامج كلها خير وحاجات فيها فايدة. ضيعنا وقت كتير قوي في برامج تسالي تافهة وبرامج ملهاش أي لازمة. Thank you.
عايزين نساعد أطفال مصر عشان نساعد بعضينا، كل واحد باللي يقدر عليه، وربنا معانا. طرشتي؟ تخلصتوا اللبن كله؟ حرام عليك، انا عندي بطوله يا اختي. تنيلي يعني كان بطوله مسلسل تركي؟ بارك فيك. انت عارفه ان انا اصلا من الاول كنت متاكده ان انت اللي هتكسبي البطوله دي، عارفه ليه؟ اشمعنى بقى؟ لان انت اصلا اقوى بنت في الجامعه كلها. بعد كده بقى محدش هيقدر يقرب لك، الناس كلها تترعب منك اكتر ما كانوا بيترعبوا اصلا. هاتلي شنطتي من عندك يا نجاة. طيب اوكي. الشنطه يا نجلاء. حاضر يا رضا. اهو. بس ايه يا بنتي الافترا ده؟ انتي مسكتي البت طحنتيها. شفتي؟ شرفتك ها؟ جدا، بس ربنا يستر المرة الجاية ما تعملناش نصيبة وانتي بتشرفيني. لا يا شيخة بعد الشر. ربنا يستر، ألف مبروك حبيبتي، عقبال كل مرة يا رب. الله يبارك فيكي. رضا! مبروك يا حبيبتي بجد، كنتي جامدة جدا، أصلي أصلي يعني. الله يخليك. ألف مبروك عم رضا. ربنا يخليك يا وحش. الواحد بعد كده يمشي في الجامعة في حمايتك ولا إيه؟ ما أنت طول عمرك في حمايتي أهو. طب خد، عايز أقول لك على حاجة. يا رضا، الله يبارك فيك. ما تيجي تحشش معانا النهارده بالليل عند الواد جوده؟ لا روح امك، انت عارف ان انا ماليش في الحشيش، انا بشيش. ايه ده يا بوزو؟ ايه الكلام ده؟ ايه انت مالك؟ ده كلام شبان. مالي ازاي يعني؟ رضا صاحبتي لازم ادافع عنها. عليك انت وصاحبتك في يوم واحد. طب وليه يا عم الغلط ده بس؟ يا الله 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 الله. لا صلاه مش بطلك كتير، بس بقولك ايه، بس انا بقى عليك. طب اقعد يا 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 واد زبالة وحيوان. معلش
ما قلت لك 60 مره ما تتكلميش مع الحيوان ده. ما كلموش ازاي يا رضا؟ مش خطيبي؟ كان خطيبك وسبتوا بعض. ما احنا رجعنا لبعض تاني امبارح. طب لحد ما تسيبوا بعض تاني بقى ما تكلمينيش تاني. ايه ده يا رضا؟ انت بتغيري عليا من خطيبي؟ انت مش طبيعيه بجد. هو ده اللي عندي. عاجبك؟ عاجبك اللي عملته؟ غفلتني هناك من غير ما اخد بالي على فكره. انت كل ما تشوفوا بعض كده تعملوا لكم نصيبه مع بعض؟ على فكره بقى المره الجايه لو قفشتها مش هحلها، هعورها في وشها. لو تقدر بس عليها ابقى اعورها يا اخويا. والمصحف اقدر، بس تديني فرصه هي. على فكره بقى انا زهقت من اللي بيحصل بينكم ده، ولو تعرضت رضا تاني يبقى انسى بقى ان احنا نكمل مع بعض. ما انت شايفاه بتتعامل معايا ازاي انا كده؟ الله، ما انا مش برضو مش شويه يعني، هي داخله فرض عضلات عليا، كلتني بالنص هناك ما شفتش اي حاجه في وشي. انت يعني اللي بتتعامل معاها عدل قوي يا اخويا. يا ساتر يا رب، نسيب لا تكون شايفانا. ايه تعباك؟ قوي. معلش 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 يا بوز، روق كده وما تزعلش نفسك. البت زعلتني قدام الدنيا كلها. بعدين انت ما حوشتش ليه؟ لا حوشت يا عم، مش واخد بالك ولا ايه؟ البت فرهدتني، اديتني زغدي بايديها، رزعتني على الكنبه. ما انت رخمت عليها برضو كتير. انا كلمتها يا عم. انت بقول لك ايه؟ قول يا كبير. خد ال 20 جنيه ديت، هتلاقي كالوش قاعد على القهوه في الصفت، خده واستناها في حته وزعلها في وشها. يا عم دي ما تكفيش، اعمل بقى اي حاجه. يا عم اتصرف بقى، انا كده كده ليا فلوس عنده. طب انت مش جاي معانا الطلعه دي ولا ايه؟ لا انا عندي محاضره. عندك محاضره؟ طب تمام، سلام. هكلمك على التليفون واطمنك. ماشي. دي شكلها ورمت ولا ايه؟ هو ده رضا؟ رضا يا بت هنا. رضا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مالي اللي جابوك يا بت؟ ماشيين ورايا ليه؟ انا لازمني بصراحه الكاس والميداليه اللي انت لسه كسبها من النهارده دول، عايزهم. بقول لك ايه، ما تخليش هتغابي على الكيان. تغابي على مين يا بت بدل ما اعملها معاك؟ ايه اللي هدفك السعاده؟ لا بقى دول بقى لازمني. ما تخليش هتغابي عليه. بتغابي على مين يا بت؟ بس بقى اقول لك على حاجه، طب بيخلي بقى البوكس ينفعك. نهارك اسود، ايه بنت اللي شردان لك وشك كده؟ انت كل يوم ترجعي لي متبهدله ومتخانقه كده، وشك وجسمك بقى كله شوارع. هتبوري وتقعدي جنبي وما تلاقيش اللي يرضى بيكي. انا اللي مش هرضى بحد. عمك لو شافك كده مش هيدينا ولا مليم. هو ده اللي يهمك؟ اللي عن سمايا ياما، مش ناقصه ولولتك دي. ولولوا عليكي ساعه وسكتوا يا بعيده، من يومك وانتي مجرسانه. ولما تكوني وجه محتاجي، خناقات في المدرسه وفي الحاره وفي البيت وكمان في الجامعه، منك لله يا شيخ، منك لله. Thank you.
ايمن يا جو. شكرا يا اسطى رضا. عفوا. شكرا. طيب حقك عليا يا رضا، انا اسفه. انا اول ما عرفت اللي بوزو عمله معاك انا رميت له الدبله في وشه. انت فاكراني هسكت له؟ ده انا هفتح قرن ام بكره في الكليه. يا بنتي لا خلاص بقى، ما تعمليش حاجه تاني. بقول لك كفايه عليه ان انا رميت له الدبله في وشه، ده زمانه دلوقتي قاعد بيعيط لامه. المهم سيبك منه، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع. ايه رايك يا رضا لو تروحي لدكتور نفساني؟ انا اتفرجت على دكاتره كتير في البرامج وسمعتهم بيتكلموا على البنات اللي حالتهم زي حالتك، وهم بيقولوا ان هي اكيد ليها علاج. يا بنت اللي بتقولي ده، انت شايفاني مجنونه ولا بشد في شعر؟ ده انت اللي عايزه تروح للدكتور. يا بنتي انت صاحبتي واختي وانا عايزه مصلحتك وخايفه عليكي. اسمعي الكلام بقى عشان خاطري، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم تروحي للدكتور، ويا ستي لو انت شايله هم الفلوس انا هدفع لك فلوس الدكتور، ولما تقبضي بنتهي. اتفقنا؟ ما هو من الاخر كده انا خلاص حجزت لك، وهتروحي يعني هتروحي، وهاجي معاكي كمان. مش رايحه حته. بقول لك ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. سلام. عليكم. عليكم السلام يا رضا. ارضحي برضو يا امه، حرام عليكي، الواد الصغير اتهفت ما بياكلش. قال يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، وهو ده الموجود. بطلي بطر بقى. والله ما بطر يا امه، والله ما بطر، بس انا بشقى وبتعب في الكليه وفي الشغل. حرام عليكي. وبعدين انتي قاعده بتاكلي وسايبه عاطف، هو فين يا بنت؟ الواد في الدرس. بقولك ايه، ما تكلمي عمك يشوف لك شغلانه بمرتب كبير شويه، ده حقك عليه يا عبيطه. ان شاء الله هيحصل يوم، هشوف انا شغلانه تانية، بس ادعي لي بس اخلص كليتي على خير. ما تدعي لي يا ام. ربنا ينجحك يا اختي. حصلت اروح لدكتور نفساني وانا مجنونه؟ انا مش مجنونه عشان اروح لدكتور نفساني، ايه بنت يا رضا لابسه ومتقدكه كده وراحه على فين؟ راح اتفسح. اتكلمي عدل يا بنت، راحه فين؟ يعني هكون رايحه فين على صباحيه ربنا كده؟ رايحه الكليه، مفيش فطار؟ لا مفيش فطار عشان مفيش فلوس. امبارح مفيش عشاء والنهارده مفيش فطار، انت بتاكلي فلوس يا وليه؟ جالك السم، مش بتفطروا وتتغدوا وتتعشوا؟ بقول لك ايه، اعملي حسابك اما ترجعي من الجامعه هتاخديني معاكي عند عمك، مش هو يبقى قاعد في النغنغه دي كلها واحنا مش لاقيين ناكل. حرام عليكي، الراجل كل شهر بيدينا شهرية وهو مش ملزم بيها، كمان نضايقه ونروح له لحد عنده نرخم عليه، ايه بقى؟ وبعدين انا اصلا النهارده وبكره مشغوله ما عنديش وقت. سلام. رحمة ابوكي لا اروح له بنفسي، وانا هغلب يعني؟ ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي. لا مش هنا، هنا. ما هنا كويس حضرتك. لا معلش، استاذنك تقعدي هنا. ها
قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ انا عايش ميت يا دكتور، حاسس اني مسجون في جسم حد معرفوش، واحدة معرفهاش. مش ده جسمي؟ مش المفروض يبقى ده جسمي؟ عارف يا دكتور، وانا صغير كنت كل ما بنام بتخيل ان انا هصحى الاقي نفسي رجعت الجسم الطبيعي، جسم راجل. غير ان انا دايما حاسس ان كل الناس ما بتحبنيش، محدش بيحبني، حتى اهلي، اصحابي، الناس اللي في الشارع بيبصوا لي بصات سخيفه بيتريقوا عليا، بيسالوا اسئله سخيفه ما بعرفش ارد عليها، كتير بيضطروني ان انا اتخانق، بيجروا شكلي فبضطر اتخانق معاهم واضربهم واتضرب. محدش بيحبني، انا تعبت، تعبت ومش لاقي حل اللي انا فيه، مش عارف اعمل ايه. ها كملي يا رضا، ايه تاني ممكن يضايقك؟ نجلاء، كل الناس فاكرينها انها صاحبتي، بس هي حبيبتي. انا بحبها قوي، بس مش عارفه اقول لها، خايف، خايف تزعل مني تتصدم. مش بعيد تفتكرني شاذ، وانا بعرف ربنا مش عايز اعمل حاجه غلط. ايوه، والحقيقه يا رضا المرض اللي عندك ده اسمه GID، نوع من انواع الاضطرابات في الهويه الجنسيه. يعني ايه؟ يعني جسمك بيبقى جسم بنت، لكن كل تصرفاتك وميولك كلها ذكوريه. ده حلو ايه؟ والله الحل انت محتاجة شوية علاج تمشي عليه، وبعد كده هنشوف. ماشي يا دكتور، يا ريت. ان شاء الله. ما طلعتيش معايا ليه عند الدكتور؟ كنت محتاجاكي قوي. ما كانش ينفع اطلع معاكي يا رضا، متهيألي كان لازم تبقي لوحدك احسن. المهم طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ انا ما فهمتش منك حاجه. كتب لي على ادويه وقال لي ابقى اروح له تاني. طب انا عايزاكي تيجي معايا عند عمي، عشان هو المفروض يديني النهارده الشهريه بتاعتي، وبالمره اديكي حق كشف من الدكتور ده. ماشي يا رضا، اوكي، بس ما نتاخرش والنبي بسرعه. اه المقطم يا اسطى. يا سلام يا اولاد، ده الجو حلو قوي النهارده، يا ريتنا كنا بدأنا شغل بدري يا جدعان. ما تبص قدامك يا اسطى وتركز في سواقتك. هلا بقول لك ايه يا انسة، هو احنا في اكتوبر ولا نوفمبر؟ والله ما اعرفش. والله احنا في ايه؟ ما قلنا لك بص قدامك، هو في ايه؟ جرايه يا اختي، انت حد جه جنبك؟ انا بكلم الحلوه، ولا انت يعني عشان مش لاقي حد يكلمك كلمتين حلوين، بكره ان شاء الله تلاقي نصيبك وتلاقي اللي يقول لك كلام شبه كده. توقف على جنب يا اسطى عشان اقسم بالله العظيم يا سعاده الباشا ما عملت لهمش حاجه، انا راجل سواق شقيان على لقمه عيشي من صباحيه ربنا. يا بيت حرش بينا، فاضطريت ادافع عن نفسي. اسكتي انت، اتفضلي انت.
ايوه يا فندم حضرتك، هو ده اللي حصل بالظبط فعلا. السواق ده عكسنا احنا الاثنين وحصل منه تحرش لفظ. يعني عاوزين تعملوا محضر تحرش؟ لا 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 يا باشا خلاص، محضر ايه بس، انا متنازل عن حق سعاده الباشا وهيدي تبقى قصدي. وانا مش متنازل عن حقه ومتمسكه ان انا اعمل له محضر تحرش. يا بنتي بس بقى ابوس ايدك خلينا نخرج من هنا. وحقنا حقنا ايه ده، انت بوظتي للراجل وشه. كفايه بقى حقنا خدناه وزياده. ماشي عشان خاطر الانسه بس. تذكر يا بنت، اللهم طولك يا روح. يا فندم انسى انسى يا فندم، البطايق مع حضرتك اهي، ممكن بقى نستأذن احنا؟ اتفضلي، مع السلامه. طب وانا يا باشا؟ انت بقى تغور في 60 داهيه وما اشوفش وشك هنا تاني. حاضر يا سعاده الباشا، حق البطاقه بس. يلا غور. شكرين يا باشا. Thank you.
ازاي تخش هنا؟ ازاي تخش هنا؟ بسرعة فين؟ ما تخافوش. انا مش ها يا رضا، طمنيني عليكي، عاملة ايه دلوقتي؟ مفيش فايدة يا دكتور، محصلش حاجة، والدواء اللي حضرتك كتبت لي عليه ده معملش معايا أي حاجة، لسه الناس عمالة تضايقني، بتضايقني كمان أكتر من الأول، مش عارف أعمل ايه. طيب احساسك ايه بجسمك؟ زي ما هو، مفيش حاجه جديده، مفيش تغيير. انا لازم ابطل الدواء ده، غالي قوي على الفاضي وما منوش فايده، ما بينوبني منه بس غير الزغلله، وبحس ان انا مخي منمل ومش عارف اشتغل، ده انا حتى مبقتش عارف أشوف شغلي في الصالون زي عوايدي. طيب أنا مش عارفة أقولك إيه، بس أنتي يعني من وجهة نظرك أنتي شايفة إيه اللي يرضيكي؟ اللي يرضيني هيكلفني كتير، مش هعرف أعمله عشان هيحتاج مني فلوس كتير قوي. يا نسبتي اوري وشي للناس في الحاره ازاي؟ اقول لهم بنتي قلبت دكر. ياما انت شفتيني رحت عملت العمليه؟ هو انا حلتي حاجه عشان اعملها اصلا؟ ياما ده احنا بنكح زباله. بنكح زباله يا بنت، ما ينفعش، حرام. ربنا خلقك بنت تقومي تغيري خلقه ربنا وتقلبي راجل؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت طب اسالي شيخ الجامع، اسالي القسيس، اسالي الافتاء، اسالي كل الناس، هتجننيني. جننتيني. الله يجننيني. اه يا انا. أنا مش مصدق إن الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده آخر الزمان. إياكي وإنك تغيري خلق الله. حرام اللي أنت بتقوليه ده يا بنتي. طب وإيه هو الحلال؟ إنك تفضلي زي ما خلقك ربنا. هفضل كده، هعيش أتعذب. أي عذاب في الدنيا أهون من أقل عذاب في الآخرة. والله ده علامات الساعة، أي واحد مش عاجبه شكله يقوم يغير جنسه. ده كلام. الموضوع أكبر من كده يا سيدي. هو الموضوع كده، بطلي جدل بقى. طب بالنسبة للصلاة، مالها الصلاة هي كمان؟ أصل أنا ساعات بنسى وبصلي من غير ما احط طرح على شعري. صلاتك مرفوضه.
مرفوضة؟ مرفوضة ليه؟ انت ليه قررت انها مرفوضة؟ مرفوضة ليه؟ انت هتوزع الجنة والنار على مزاجك ولا ايه؟ انت راجل غبي. انت جاي تشتميني هنا يا قليلة الادب؟ لولا ان انا في مكان محترم كنت ضربت. ده بره. إلهي يا رب تشوفه في عيالك عشان تعرف يعني ايه عذاب الدنيا. بره. حول لا قوة إلا بالله. مش مصدق ان الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده اخر الزمان. اياكي وانك تغيري خلق الله. حرام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي. صلاتك مرفوضة. عمي ماله؟ لا 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 الله، لا 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 الله. ايه يا رضا؟ في ايه يا بنتي؟ عمي مات. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، كل من علي. استني يا رضا، خدي فلوس. استني يا بنتي. يا بنتي حول الله يا رب، سمعت الخبر وجريت. الامر لله من قبل ومن بعد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل من عليها فان، كل من عليها. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. شكرا. شكر الله يا سعيكم. بقاء لله. بقاء لله يا رب. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل نقعد هناك. تفضل تفضل. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام. تفضل يا استاذ. تفضل تفضل تفضل. طبعا انا قصدت اجيبك هنا عشان نعرف نتكلم براحتنا بعيد عن العزا. تفضل اتكلم يا استاذ. دمي. أنا كنت عايز أقول بس مش هقول. ما تقول يا بيه. يعني أقول؟ اتفضل قول. السلام عليكم يا حاجة. عليكم السلام. حضرتك معاكي فهيم محمد فهيم، محامي وهبة بيه. وعايز أقول لك بقى إن وهبة بيه كتب كل ورثه باسم رضا. علي صوتك كده وقول الكلام ده كله من الأول عشان أنا مش فاهمة حاجة. بقول لك أنا فهيم محمد فهيم، محامي وهبة بيه، وعايز أقول لك إن وهبة بيه كتب ورثه كله باسم رضا. الله يرحمك يا وهبة بيه، الله يرحمك. كمل يا استاذ.
بكمل ايه بس؟ ما انا قلت لك اهو كتب الميراث ومش عايز اي كلام تاني. طب وعاطف؟ لا الوصيه ما فيهاش اي عاطف. ما تقلقيش يا امي انا مش هسيبكم اكيد هظبطكم. انا مش بنت كلب قوي كده. قطع لسان اللي يقول عليك كده يا ضنايا. انا بس همي على الواد، يعني البت تاخد كل حاجه والواد يبقى بلبص. الواد قاصر يا حاجه قاصر. ما تقلقيش ما تخافيش على اخويا، اخويا معايا. المهم ما تقوليليش يا بت دي تاني. حاضر يا اختي، قصدي حاضر يا اخويا. طب المهم يا استاذ احنا نقدر نستلم يعني الميراث امتى؟ طيب يا رضا من النهارده لو تحبي كمان، ما يبقاش معاكي فهيم محمد فهيم وتقولي لي نستلم امتى. وخلي بالك انا كمان من ضمن الميراث، يعني انت ورثتيني انا المحامي بتاعك. ايوه يعني الخطوه الجايه ايه؟ ان شاء الله تجيلي بكره الصبح المكتب عشان نخلص كل الاجراءات وتستلم الفيلا والفلوس وكل حاجه، كل اللي انت عايزاه. يلا استاذن انا بقى. السلام عليكم يا حاج. لا 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 استنى استنى استنى، ده انت وش السعد، استنى اما نجيب لك شربات. لا لا شوف حاجه. شارب شارب. السلام عليكم. امسك. برجلك اليمين يا اختي. ازيك يا اخويا؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة. آي! يا احنا هنعيش في الفيلا دي؟ الكلام صح يا مستر يا بابا. ايه؟ اتلمي يا ولد، انت هتتنمرض من اولها. سيبيه يا ام عاطف، عنده حق. خلاص ما عادش ينفع اروح المدرسة اللي بيروحها دي تاني. ليه يا اختي؟ بقى لما ربنا يفتحها علينا نقعد الواد من المدرسة؟ نقعده. والمنزي مدرسة أنظف. يا أختي ربنا يفتح عليكي كمان وكمان. يلا يا ولد تعالى نشوف. تعالى نتفرج. عارفة يا بت يا نوجة؟ أنا البت رضا دي عجباني قوي. طول عمرها كده بت جدعة ومتحملة المسؤولية. بجد تستاهل بقى إنها ترتاح. أنت عارفة عمها الله يرحمه ده؟ كان راجل طيب قوي ومحترم. انا رحت مع رضا قبل كده وشفته. صحيح؟ اه الله يرحمه. طب ايه مش هنروح نعزيها ولا ايه؟ لا ازاي هنروح طبعا، بس متهيألي نكلمها الاول. طب كلميها بقى عشان ما عنديش كريدت. خليها عليكي. يا بنتي ولا يهمك، خليها عليا. ماشي. الو ايا رضا. انا جلاء. البقاء لله. حياتك الباقية ان شاء الله. انت عرفت الخبر منين؟ عرفت منين ايه يا بنتي؟ ده الجامعة كلها اصلا ملهاش سيرة غير الخبر ده، عمك المليونير والورث اللي ورثتيه من عمك المليونير. اه بصراحة يعني احنا كلنا كنا عايزين نيجي نعزيكي، وحتى اميرة وبوزو كانوا عايزين يجوا معايا. اميرة جنبي، هي عاوزة تكلمك. اه اوكي. ايه يا رضا يا حبيبتي؟ البقاء لله، ربنا يرحمه ان شاء الله تكون اخر الاحزان. طب ايه مش هنشوفك ولا ايه؟ لا يعني احنا عاوزين نيجي نعزيكي انا وبوزو ونوجة لو ممكن يعني. خلاص خدي نوجة هتتفق معاكي وتظبط معاكي معايا. ماشي يا حبيبتي. اي رضا، هو بوزو عايز يجي معانا، بس انت ايه رايك؟ لو هيضايقك خلاص بلاش. لا هو بس كان عايز يجي يعني عشان يعتذر لك ويتاسف لك، هو حاسس ان انت شايله منه وزعلانه منه. بس اه طبعا ما انا قلت له رضا اكيد يعني مش شايله منك، هي قلبها ابيض وما بتشيلش من حد ابدا. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا هبقى اجي بكره الجامعه ان شاء الله. ايه ده انت بجد جايه بكره؟ خلاص نشوفك بكره في الجامعه ان شاء الله، نستناكي. المهم بس انت قولي لي، انت لسه مع بوزو ده ولا فركشته؟ ان شاء الله يعني تكونوا فركشتوا. نعم. سلام.
حاجة؟ لا مفيش. ازيك يا بوزو؟ شدي حيلك يا رضا. الله يخليك. ربنا يرحمه. جميل يا عربية. يا رب امين. اوعي تكوني زعلانه مني. لا ابدا. ازعل ازاي؟ ده انا خلاص رميت الزباله دي كلها ورا ظهري. ده العشم برضه. بقول لك ايه، تعالى عاوزاك. والله خدتها من على طرف لساني. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني بقاء لله والله يرحمه، والف مبروك، الف مبروك على اللودر وموضوع لاعب كوزلوك اللي في رجليكي وحاجه يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بقول لك انا عندي لك مفاجاه يا شيخه. بقى فرحيني، فرحي قلبي. وظيفه بمرتب هيشبرقك في شركه من شركات عمي الله يرحمه. ايوه بقى كده، يا رب تبقى احسن واحده في الدنيا. بس نجلاء. نجلاء تبعد عنها خالص، ولو عرفت انك قربت لها ولا حتى بصيت لها همحيك من الوجود. كده كده ما كنتش عايز اكلمها تاني. البت محترمه قوي ومؤدبه كده، ما بتشربش سجاير، شايتش بالليل، حاجه في منتهى الادب اللي في الدنيا. انا كده كده مصاحب بنت اسمها سوكا من الصفت، مريحاني بصراحه. جدع حبيبي، يا مهشتكنا ومدلعنا، يا مدلعنا ومشهيصنا ومبوظنا. بوزو استنى، ايه ده؟ ماله ده؟ تعالى يا نجلاء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عايزه اقول لك على مفاجاه. قولي. خلصت خلاص من الواد بوزو ده؟ ايه ليه كده يا رضا؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ هو انت راجعه عشان تفرقي بيني وبين خطيبي؟ لا بس احنا خلاص بقى هنبقى مع بعض. ايوه ما نبقى مع بعض ماشي، ايه العلاقه يعني؟ انت صاحبتي وهو خطيبي. انا مش صاحبتك يا نجلاء. ازاي يعني؟ مش فاهماكي. افهمي بقى يا شيخ، بقول لك ايه، الواد ده مش كويس وانا كان لازم اخلصك منه. انتوا اللي هنا، فين العشاء يا اختي انت وهي؟ بس بتاخدوا فلوس قد كده على قلبكوا؟ شهيلي انت وهي يا اختي. الو رضا، ازيك يا رضا؟ وحشاني يا حبيبتي، وحشاني قوي. عامله ايه يا اختي؟ انت عملت اللي في دماغك؟ طب هترجعي امتى؟ طيب يا ضنايا تيجي بألف سلام. خدي بالك من نفسك يا رضا، كلي كويس. خدي اخوك اهو هيسلم عليك. خدي يا ولا. الو يا رضا، عامله ايه؟ وحشتيني. ايوه يا رضا. قفلت. يا ام رضا، مش عارفه ابنك رضا ولا ايه؟ الله، انت هتفضلي مندهشه كده كتير؟ مش هتاخديني في حضنك وتقولي لي الحمد لله على السلامه من الكابوس اللي كنت عايش فيه؟ الحمد لله على السلامه. خلاص ارتحتي؟ عملتي اللي في دماغك؟ يعني انت مبسوطه دلوقتي؟ الحمد لله.
مبسوط وارتحت ياما؟ انت مش مبسوطة؟ انا مش عارفة، انا متمخولة. هو انت حاسة بايه؟ يعني جسمك بقى عامل ازاي؟ انا كان نفسي اشوفك عروسة قاعدة في الكوشة واشوف عيالك واشيلهم واربيهم. هو انت مش هتخلفي صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص بقى يا أم الحمد لله، في إيه؟ غمة وانزاحت. ادعي لي بس. بدعيلك يا أمسي. خلاص بقى ما تقلبهاش دراما. أنت عاملة ملوخية صح؟ وحشتني ضشتك، شكلك عاملة ملوخية. الولا عاطف فين؟ بياكل ملوخية؟ نايم. اشمعنى انا؟ الحاجة دي ما فيهاش معنى يا رضا. ايوه بس انت لحقتي تحبيني امتى؟ يعني من اول ما جت كده عيني في عينك. ايه انت مش بتأمن من الحب من اول نظرة؟ ايه مستغرب من جرأتي صح؟ بس يا رضا اللي انا بعمله ده يمكن ناس بتقول عليا ان انا مجنونة او بجاحة مني، بس انا اتربيت على كده، ولما بوظ حاجة بفضل وراها، يعني زي ما تقول كده فايتر مقاتلة. ده اللي عجبني فيك ان انت زيك، كفايه ان انت كمان اصريت وحاربت عشان تتحول لراجل. رضا انت معايا؟ معاك. مالك سرحت في ايه؟ انا بس افتكرت ان في ميعاد ولازم نمشي. بص انا هطلب الشيك وبعدين نكمل كلامنا. لو سمحت شيك. لو سمحت. مش دي عربية رضا؟ هي. يا رجالة من الله على السلامة. على فكرة رضا شكلها كده احلى بكتير من الاول. ربنا يخليك. ايه رأيك يا تمام؟ ايه نجلاء فين؟ نجلاء اهي. طب قشطة على ابنكم. السلام عليكم. هايل الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت بجد راجل يا رضا. الله يحفظك. ايه يا نجلاء مالك اتخضيتي كده ليه؟ مفيش حمد لله على السلامه؟ لا ابدا ما اتخضيتش ولا حاجه يا رضا. وانا هتخض ليه؟ انا حتى فرحانه لك قوي انك عملتي اللي كان نفسك فيه من زمان. مبروك. الله يبارك فيك. بس فرحانه لك عملت. اتعود بقى. سوري معلش ما خدتش بالي بس متلخبطه شويه. انا لازم امشي عشان انا عندي محاضره متاخر. طب استني عايز اتكلم معاكي كلمتين. ماشي يا رضا هنتكلم بس بعد المحاضره يعني عشان متاخر. باي. انا بقى ولا عندي محاضره ولا حاجه. ايه رايك بقى لو تعزمني على حاجه في الكافيتيريا رضا؟ ايه يلا بينا. يلا يا اختي وانتي مزدي قميله كده. بدلوها في بلاد بره ولا ايه اللي جرالها؟ يا حبيبتي يا بنتي ده هي ولا على بالها حاجه. يعني هي هتتجوز ولا هتخلف ولا يجرالها ايه؟ ده محدش هيعرفها خالص. لا 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 لا, لا. دي مش رضا اللي انا خلفتها. لا يا ناس ارحموني قولوا لي حاجة. هما بدلوها هناك ولا ايه؟ عامل معايا دلوقتي هقول لها ايه وتقول لي ايه ونحكي مع بعض نقول ايه؟
مش بنتي اللي انا ولدتها ابدا ابدا ابدا. يا حسرتي عليك يا بنتي. تحبي تقعدي فين؟ اوكي هنا مش مشكله. طيب اتفضلي. هبا يا ستي، تحبي تشربي ايه ولا تاكلي؟ لا لا ولا اي حاجه، انا بس لازم اروح بسرعه، فيا ريت يعني ندخل في الموضوع. يا ستي هوصلك، يعني هي اول مره. لا معلش مش عايزه اتعبك معايا يعني. سوري انا اسفه. لا ولا يهمك. بصي هو انا ما عرفتش اشرح لك اول تليفون انا كنت عاوزك في ايه، بس انا عاوزك تستوعبيني، يعني عايز احكي وانت تستوعبيني شويه. في ايه يا رضا؟ اوكي اتكلمي. ابوس ايدك، انا عارف ان الموضوع صعب، حاولي تركزي ان الكلام كله يبقى مذكر عشان خاطري. انا اسفه انا اسفه. اوكي ولا ايه؟ اتكلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا نعرف بعد بقالنا قد ايه؟ كتير يا رضا. خير ادخلي في الموضوع. حاضر هدخل في الموضوع. هدخل. بص يا ستي هو احنا بقى من الكتير ده اللي احنا نعرف بعض فيه، وانا بتعامل معاكي على انك يعني من الاخر كده انا بحبك. اسمعيني للاخر، اسمعيني وحاولي تستوعبي، انا بحبك بمشاعر واحاسيس، يعني انا من يعني مالناش دعوه بيها، انا لقيت نفسي بحبك، يعني انا من الاول خالص وانا بتعامل معاكي على انك حبيبتي. ما كانش ينفع اقول لك كل الكلام ده لاني كنت بنت فكنت تفهميني غلط، لكن دلوقتي بقيت راجل فينفع نتجوز ونفتح بيت. لا لا لحظه بس لحظه، انت بتقول ايه؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ الكلام ده لا كان ينفع تقوله الاول ولا ينفع تقوله دلوقتي. انا اصلا مش متخيله، مجرد تخيل كده للفكره يعني، بجد مش قادره. ايوه ما هو انت مش قادره تتخيليه لانك طول الوقت بصالي على اني واحده صاحبتك، لكن انا طول الوقت كنت باصص لك على انك حبيبتي. رضا بجد يعني انا اصلا مش قادره اتخيل الفكره يعني. انا بجد اسفه جدا يعني، مش هقدر حتى اقبل الفكره يعني ونقعد نتكلم فيها وكده. بالنسبه للحب والمشاعر وكده، انت ممكن تحب واحده تانيه وتديها كل مشاعرك وحبك وكده، لكن انا وانت ما ينفعش نبقى غير صحاب وبس. ايوه بس انا مش هعرف احب حد غيرك يا نجلاء. بس يعني الدنيا مش هتقف عليا. ايوه بس انا دنيتي واقفه عليك يا نجلاء. رضا انا بجد تعبت من الكلام في الموضوع ده، انا اسفه بجد يعني، بعد اذنك لازم اروح عشان اتاخر. سلام. Thank you.
الو. ايه هدير؟ كويس الحمد لله. عايزه تشوفيني؟ مش عارف بس انا لسه داخل البيت. ماشي ماشي، انا كده كده زهقان اصلا، عايز انزل تاني. ماشي ماشي اوكي، يلا سلام. بقالك نص ساعة ساكت، أنا حاسة أنا نزلتك غصب عنك. كان نفسي يبقى عندي فرصة إن أنا أختار زي ما أنت قلت عليا، بس واضح إنه ماليش نصيب. تقريبا إحساس العجز هيفضل مسيطر عليا. متقولش على نفسك كده يا رضا، أنت إنسان جميل أوي وحساس، يمكن دي مش نهاية العالم. بص دايما لنص الكوباية المليان، وهتلاقي دايما يعني اللي بيحبك وواقف جنبك ومعاك. انت بتحب الاطفال يا هدير؟ اكيد طبعا بحبهم، دي نعمه من عند ربنا. انت عارفه ان احنا لو اتجوزنا هتتحرمي من النعمه دي؟ طبيعي يعني بما اني اتحولت فمش هينفع اخلف. في حاجه كمان عايز اقولها لك، الورث اللي انا ورثته مش هينفع اتصرف فيه دلوقتي. نعم؟ اه، لأن الورث اللي أنا ورثته ده يعني يعتبر وقف، فعليه مشاكل، حليني بقى على ما الوقف ده يتحل. ده غير كمان إن ظهر شوية ورثة كده من البلد، وفي بقى خلافات بقى ونيابة ومحاكم، في بينا يعني مشاكل وبلاوي يعني، فطبعًا أنا كان لازم أقول لك الحاجتين دول عشان نبدأ مع بعض على نور. آه أكيد أكيد طبعًا يا رضا. رضا انت اخرتني يا رضا على ميعادي مع ماما، كنت رايحه معاها للدكتور. بص انا مضطره بس ان انا امشي دلوقتي، ونبقى نتكلم بعدين. اوكي سلامتها، الف سلامه، بيطمنيني عليها. اكيد اكيد، باي باي. 60 دهي. ايوه نجلاء. لا انا بطمن عليكي بس، انتي روحتي؟ عادي عادي يا نجلاء. نجلاء انا مش قادر. اسمعيني بس، اسمعيني بس، وحياة ابوك اسمعيني. يا لا هتسمعيني. ايوه عشان انا اتنيلت على عيني وعملت كده عشان خاطرك يا حمار. افهمي انا بحبك والله العظيم. طب انا دلوقتي اعمل ايه يا نجلاء؟ والنبي عشان خاطر ما تقفليش، استني بس هفهمك هفهمك هفهمك. طب اسمعيني بس، اديني فرصه. انا وحش؟ مش انا بحبك؟ مش انا طول عمري كنت بدافع عنك، وكنت طول عمري بتخانق لك، وكنت طول عمري بعمل كل، يعني ايه مش قادره تستوعبي؟ طب ما انا هو مش انت طول عمرك كنت بتقول الو
اديني عملت العملية يا دكتور. حسيت بإيه؟ ولا حاجة. بالعكس أنا بقيت ببعد عن الناس، بقيت بخاف منهم، بقيت بحس بالوحدة أكتر من الأول. شوف يا رضا، أنا مش عايزك تحط الناس في دماغك، لأن كده كده الناس ما بيعجبهاش حاجة. أهم حاجة إن أنت عملت اللي نفسك فيه واللي أنت راضي عنه، صح؟ صح طبعاً، راضي عن نفسي جداً. لكن البنت اللي أنا حبيتها وقلبي اختارها وكان نفسي أتجوزها وأكمل معاها حياتي، لما قابلتها قالت لي كلام مهين قوي، حسيت اني خدت على قفايا. طب والله كلامها وجعني اكتر من الضرب اللي كنت باخده في الخناقات ايام ما كنت بنت. لا ما هو شوف بقى رضا، يعني نجلاء هي مش اول ولا اخر واحده هتقابلها. بكره تقابل كتير في حياتك وتحب وتتجوز وتنسى كل اللي فات. مفيش بنت هترضى تتجوز بنت كانت زيها في يوم من الايام. اصل ليه يعني؟ ايه اللي هيجبرها على كده؟ هتقول لاهلها ايه؟ وبعدين هتفضل محرومه من الخلفه طول عمرها. طب وليه؟ نجلاء كان عندها حق. انا ما انفعش في حاجه. حتى الفلوس اللي ورثتها مش عارفه تفيدني بحاجه. بقيت حاسس ان انا بني ادم مسخ مشوه. ما ينفعش اعيش مع الناس الطبيعيه. الناس الطبيعيه؟ وهي فين الناس الطبيعيه دي؟ بص يا رضا، انت معاناتك الحقيقيه مش في صنع الله ليك، لا، معاناتك الحقيقيه في ظلم المجتمع ليك، وانك مش مقبول في وسطهم، ودليل انهم ناس مش طبيعيه. ما هو لو ناس طبيعيه كانوا احتقوك وما كانوش رفضوك. فهمت؟ يلا ربنا معاكم. ايه رايح فين؟ معلش انا اسف، بس الطريق كان زحمه بره. معلش انا اسف. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ اتفضل حضرتك. انا اللي اسف، اتفضل اطلع بره. ليه يا استاذ؟ ليه ايه؟ اتفضل حضرتك، ده مكتوب في البطاقه انثى وانا واقف قدامي راجل قد الحيطه. يعني انت كده بالنسبه لي طالب تاني خالص، ودي مسؤوليه. اتفضل حضرتك. فاهم حضرتك، بس انا كنت بره مصر بعمل عمليه، فلما رجعت ما لحقتش بس اصحح الرقم القومي واغير البطاقه والاوراق الرسميه وكده. انا اسف معلش. لا ده انا اللي اسف، دي مسؤوليه عليا. اتفضل حضرتك بره اللجنه. لا ثواني بس، حضرتك لو سالت اي حد هيقول لك ان انا يا معتز. معتز مش انا رضا. يا رضا اي حد والله العظيم هيقول لك. يا استاذ انا لو نزل لي رئيس الجامعه انت مش هتخش الامتحان. يلا اتفضل حضرتك. ايوه يا استاذ انا كده السنه هتروح عليا. طب ليه؟ ما تروح يا سيدي. ما تروح ايه بس؟ يا عم روح بعمليتك ده. والله العظيم انا اللي في البطاقه. طب اتفضل حضرتك. يلا يا عم، حصلت البركه يا سيدي. كل واحد يبص قدام. يعني مش كفايه السنين اللي سقطتها قبل كده بسبب الشغل والمرمطه؟ السنه دي كمان هتضيع عليا؟ مش السنه دي بس اللي ضاعت، نجلاء كمان ضاعت. كنت فاكر ان انا هبقى سعيد لما ورثت من عمي ولما عملت العمليه، بس الظاهر ان مفيش فايده. طول ما الناس بصالي على اني مش طبيعي
هتعامل ان فيا حاجه غلط. يا رب انا عارف انك عادل وبتنصف المظلوم، وانا ظلمت كتير قوي في حياتي، بس انا عارف ان رحمتك واسعه وانك احن عليا من عبيدك. رب خليني راضي باللي كتبته لي، خليني ارضى بنصيبي يا رب. يا رب الرضا من عندك يا رب، الرضا من عندك يا رب. الجميل قاعد لوحده ليه؟ مالك يا رضا؟ فيك ايه؟ احكي لك ايه بس؟ خليني اشيل معاك. يا ريت. جر مش عارف، مش عارف اللي عملته ده غلط ولا صح، فضلت بنت ولا ما هو ما حدش متقبلني. لو انا بنت متقبلني، ولا لما بقيت راجل متقبلني. انا حاسس ان ربنا غضبان عليا. طب هعمل ايه طيب؟ أنتحر وأخلص؟ استغفر ربنا يا رضا. ربنا ده جميل قوي وحنين قوي، رحمته وسعت كل شيء، ولله المثل الأعلى، بس هترمي في حضنه بسجودك، هو الوحيد اللي هيفهمك وهيحس بيك. ربنا اللي بيحاسب يا رضا مش الناس. انا معرفش اللي انت عملته ده صح ولا غلط، بس متاكده ان ربنا بيغفر الذنوب جميعا. فاتفضل، وانا متاكده انه هيمدلك ايديه ويساعدك. تعرف يا رضا، جسد الانسان ده عامل زي البدله، مش مهم بيضة ولا سودة، واسعة ولا ضيقة، بدلة ولا فستان، المهم اللي جوه البدلة الروح.